الطبيبة اللبنانية رندا العقوري من جامعة غوثنبرغ السويدية إلى بيروت، رفعت اسم لبنان عاليا بعدما استطاعت وفريق عمل من الأطباء والباحثين منح الأمومة لامرأة سويدية بلا رحم تبلغ من العمر 32 عاما إثر خضوعها لعملية زرع رحم هي الأولى من نوعها في العالم في أيلول عام 2014. هربت رندا من جحيم الحرب الأهلية البشعة في لبنان التي اندلعت عام 1975، تخصصت في الطب النسائي وعرفت ببراعتها في الجراحات النسائية والتوليد وفي أبحاثها أيضا. عملت منذ العام 1999 على مجموعة اختبارات في محاولة لإعطاء الأمل لكل امرأة مصابة بالعقم أو ولدت بلا رحم. القصة بدأت عام 1998 عندما التقى البروفيسور ماتس برانستروم بفتاة مصابة بسرطان الرحم وقام باستئصاله وأخبرها بأنه لم يعد بإمكانها الإنجاب، فطلبت منه المريضة أن يقوم بزرع رحم لها. ومن هنا بدأ التفكير الجدي في تنفيذ هذا المشروع، وبدأ التعاون مع الدكتورة رندا في البحث عن أمل. بعد 15 عاما من الأبحاث المكثفة وصلت رندا وفريق العمل إلى النهاية السعيدة، فبعد نجاحها في الأبحاث على الفئران أجريت اختبارات على البشر وكان الإنجاز العظيم وتحقق الحلم. رندا دخلت التاريخ الطبي من الباب الواسع وطبعت اسم لبنان في كل مكان. ماذا تقول عن تجربتها وعن السنوات الطوال التي قضتها بحثا عن النجاح؟